وزارة الصناعة أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية عشان تسهل على المستثمرين إجراءات الاستثمار الصناعي في مصر، زي تخصيص الأراضي وإصدار رخص التشغيل، وده هيوفر عليهم وقت ومجهود كبير. صراحة المنصة يا دينا بتساعد على تطوير القطاع الصناعي وكمان على مواكبة التطور التكنولوجي. كمان المنصة بتخلي المستثمرين ان هم يقدروا يتابعوا كل الإجراءات الإلكترونية من غير ما يروحوا للجهات الحكومية بنفسهم. منصة مصر الصناعية الرقمية منصة عملتها وأسستها وزارة الصناعة علشان تنفذ من خلالها خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر. منصة هتواكب التطور التكنولوجي وهتيسر على المستثمرين حاجات كتير جداً، زي مثلاً الحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعي، وده هيوفر عليهم الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين. المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية تضمنت مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، زي خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية. ده غير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة عن طريق قنوات الدفع المختلفة زي الكروت البنكية وفروع البنوك. منصة مصر الصناعية الرقمية هتساهم أيضاً في التسهيل على المستثمر الصناعي وهتوفر له التعامل إلكترونياً بدون ما يروح لأي جهة من الجهات. كمان هتنبه المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات اللي ميعاد انتهاء صلاحيتها انتهى. أيضاً المنصة بتوفر للمستثمر كل المعلومات والمستندات المطلوبة لأي خدمة محتاجها، وقريب جداً هيكون متاح على منصة مصر الصناعية الرقمية في إصداراتها معلومات وخصائص تفاعلية علشان تسهل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات الحكومية. كمان هتقوم بتوفير خدمة إلكترونية مؤمنة للمستندات علشان توفر على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وده هيكون عن طريق فريق دعم فني متكامل هيقدم لهم المساعدة على مدار الساعة في أي وقت. علشان أي مستثمر يقدر يستفيد بخدمات منصة مصر الصناعية هيقوم بعمل بعض الخطوات. المستثمر بيقدر يدخل على الموقع الإلكتروني ويسجل حساب جديد بإدخال بياناته وبيانات الشركة المطلوبة. بعد كده الطلب بيروح لهيئة التنمية الصناعية للمراجعة. بعدها المستثمر يقدر يستخدم كل خدمات المنصة بسهولة. خلال الفترة اللي جاية هتكون في خدمات جديدة زي إصدار تراخيص البناء والسجل الصناعي، وده هيساهم في تحسين وتسهيل بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.